ما الفرق بين النحو والصرف؟ هنا سؤال يا شيخ عبد العزيز، يعني عرضي، سئلت فيه ما هو الفرق ما بين النحو والصرف؟ أيوة أجبت فيه بإجابة من باجتهادي، ولكن من لدنكم نأخذ العلم الحقيقي. النحو يتعلق بأواخر الكلم وبالإعراب فقط، والإعراب هو تغير في أواخر الألفاظ بسبب العوامل الداخلة عليه، هذا في النحو. فهذا هذا النحو. أما الصرف فهو في بنية الكلمة، قد يكون أحيانا في أولها وأحيانا في وسطها وأحيانا في آخرها وأحيانا في ذات الكلمة، ذات الحرف، كان واوا ثم أصبح ياء أو العكس، أو أصبح ألفا، ولماذا حذفت هذه الألف، ولماذا لماذا قلنا مثلا في وعاء في الأمر نقول عي درسك، حذف الواو الأولى وحذف حرف العلة الثانية هذه وبقاء الكلمة على حرف واحد، هذا كله من باب الصرف. أيضا الأوزان كلها من باب، أما النحو فهو يتعلق بأواخر الكلمة فقط. ممتاز.